السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، ازاي تقدر تنشأ حساب على منصة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي. في كتير من المنصات اللي اتشهرت الفترة اللي فاتت يعني بديل لشات جي بي تي، بس بصراحة انا ما لقيتش احسن من شات جي بي تي. بس المنصة دي وقفت يعني حل ناس كتير قوي. يعني مثلا انا شفت مبرمج كان زميلي فضل يعيط بيقول لي الكود اللي انا بكتبه في خلال شهرين هو شات جي بي تي بيكتبه لي في ثانيه الا ثلث. يعني شوف السرعه اللي بيقدر يكتبها شات جي بي تي في كتابه الاكواد. لكن الفكره كلها ازاي تقدر تستغل شات جي بي تي علشان تجيب منه انت دخل. ازاي تقدر تستغل شات جي بي تي علشان يزود دخلك وارباحك اليوميه. بس انا كل اللي عليا في الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تنشئ حساب على شات جي بي تي عن طريق الكمبيوتر او التليفون، الاثنين زي بعض. هتلاقي الرابط اللي موجود في الوصف او التعليقات. التطبيقات او البرامج اللي انا استخدمتها هتلاقيها موجوده، تدخل على اللينك هتلاقيها بطريقه مباشره تدخلك على طول على التطبيقات اللي انا استخدمتها. يلا بينا نشوف شرح ازاي تقدر تعمل حساب على شات جي بي تي منصه الذكاء الاصطناعي. يلا بينا. اول حاجه معانا هتفتح جوجل كروم، بعد كده بتنزل الاضافه واللي هتلاقيها موجوده في الوصف او التعليقات، هتنزلها بنفس الاصدار. بعد كده هتلاقيها على طول عامل التنصيب عندك على الجهاز الكمبيوتر بتاعك او الجوجل كروم. ضغطه واحده كده وتضغط ايه اون، وتحول الفي بي ان بتاعك او الموقع بتاعك لاي دوله ثانيه لانها اصلا مش بتفتح في الوطن العربي. بس لكن بعد كده تقدر تفتحها عادي من غير في بي ان. انا اخترت هنا يونايتد ستيت، تمام. بعد كده بختار هنا شات جي بي تي، وهتلاقي برضو رابط تسجيل الدخول موجود في الوصف. بتستنى شوية كده لحد ما يتم فتح او بياخد الاي بي بتاع الموقع بتاعك، ويظهر لك زي ما قدامك كده في لوج ان وساين اب. اول حاجة انت بتعملها اكيد بتضغط على ساين اب، ضغطة واحدة كده هو على طول هيحولك على الصفحه. بس على ما نروح للصفحه كده بنكتب مثلا الايميل في موقع اسمه مهمل، بيقدر يجيب لك ايميلات عشوائيه. لو انت مش عاوز الموقع ده ممكن تعمل بحساب الايميل او الجيميل بتاعك، بس المهم ما يكونش انت استخدمته قبل كده. بعد كده بتضغط هنا على انشاء بريد عشوائي، ضغطه واحده كده، وبتنسخ الرابط ده او اللينك الموقع ده. بعد كده انا بتروح على الايميل ادرس، بعد كده بتضغط على ستارت and continue. تضغط على continue كده وتكتب هنا الباسورد بتاعك. طبعا اختار باسورد بيكون على حسب راحتك، ممكن يكون كابيتال سمول، في رموز، اي حاجه. بس خلاص كده مجرد ما تضغط على ساين اب بتعمل بس ريفرش هنا للموقع. بعد كده بيظهر لك هنا رساله التاكيد، وبمجرد بس ما تضغط عليها ضغطه كده هتلاقي الموقع ده اتحول معاك لليوزر نيم او الاسم بتاعك الاول والاسم الاخير. وهنشوف كده مع بعض. قال لك هنا فيريفاي، اعمل تاكيد بس انك مش روبوت، ضغطه واحده كده. بعد كده انا بتروح يا هنا اللي هيحول لك على تكتب الاسم بتاعك هنا، الاسم بتكتب اسمك. بعد كده بتضغط على هنا كونتينيو، ومن هنا بقى بتبدا تحط هنا الاي بي بتاع التليفون بتاعك. اول حاجه هتعملها هتلاقي التطبيق اللي موجود في الوصف اسفل الفيديو، بعد كده بتضغط على التطبيق ده، تفتح التطبيق علشان تقدر تجيب منه الرقم اللي هتكتبه عندك على الكمبيوتر. بعد كده بتدي اذن السماح لكل حاجه، تمام. بعد كده بتضغط على العلامه الحمراء اللي تحت دي وتقول له ايه اكسبت، وتلمس الشاشه كده او تلمس الشاشه وخلاص، وبتضغط على العلامه الحمراء اللي كانت موجوده هنا، وبتختار مثلا اللون الازرق بحيث ان هو يكون لون مميز، وبتكتب فوق هنا اي اسم انت عاوزه. بتنزل تحت كده شويه بتضغط على علامه الصح اللي كل الناس مش بتاخد بالها، اكيد انت شفت فيديوهات كتيره من دي وجاي تشوف الفيديو ده بتاعي. بتثبت الكابتشا، تكتب واي ايت بي اي 3، بعد كده بتضغط على العلامه الحمراء دي وبيبدا يظهر لك الرقم. بتروح هنا بقى عندك على الكمبيوتر خلي بالك، وبتروح تكتب بي او بي بن، خلي بالك بي او، وتختار بولندا، علم بولندا اهو زي ما انت شايفين. احاول اكبر لك المسافه المكان. وبعد كده بتكتب رقم التليفون 4590758533. خلي بالك بقى في علامه لونها احمر هنا، كانت لونها احمر بعد كده لونها اخضر. طول ما هي خضراء حاول تبعت الرساله، طول ما هي حمراء استنى لحد ما تخضر. تضغط على سنت كود، قال لك الرقم ده مستخدم قبل كده، تضغط على علامه الزائد الثاني وبتختار
اللون الأصفر أو تختار أي رقم تاني. بعد كده هنا تكتب هنا الكباتشة بتاعتك H eat 7، تضغط على علامة صح، بعد كده تضغط على العلامة الحمراء دي، وبعدين نكتب الرقم تاني 4590779941 وتضغط على سنت كود، وكده الكود بتاعك هيتبعت طول ما العلامة دي لونها أحمر. ضغطة واحدة من فوق كده وبتبدأ تكتب الكود بتاعك، وبكده قدرت ان انا انشأ حساب على منصة شات جي بي تي اللي مكسرة الدنيا الصراحة. لو احتجت اي حاجة تقدر تكلمني في الكومنت ارد عليك ان شاء الله. وكده انا زي ما انا قلت قدامكم، انا كده فتحت المنصة، ما فاضلش بس غير ان هي تظهر معايا، يمكن علشان النت بطيء، لكن بعد كده بقى انت براحتك. هي كده انا فتحت المنصة خلاص، براحتك بقى انت بتروح هنا عند الفي بي ان عشان بس تتأكد، وبتقفل المنصة وتعمل بس ريفرش، يعني كنترول ار، على طول المنصة بتاعتك هتعمل ريفرش بشكل طبيعي، وهتفتح معاك حتى كمان من غير اي في بي ان. اتمنى يكون الشرح عجبك، متنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، اشترك في القناة دلوقت وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون مفاجأة ليكم، واشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم.